وثائق يلتزم بها الزبون عندما يريد نسخ أو برمجة مفاتيح سيارته في حال ضياعها وفق شروط إجبارية وقانونية. يجيب لك بيرمي ديفيرو، كارت غريز ديفيرو، أنا ما عندي حتى حاجة اللي راح تمنعني ولا باش ما نخدملوش ولا، صافي نخدملو عادي. وهنا اللي يكون ديما يكون كاين مشكل كي يكون كارت غريز ديفيرون بيرمي ديفيرون، يكون كاين مشكل منين داك يصراو هذا المشاكل. هذا المشكل تاع واحد سرق وقيلا كارت غريز ولا ترافيكا كارت غريز وخدمنا له الحمد لله على كل حال، باسكو حنا رانا نخدموا بلي بابي بالبيرمي كارت غريز فوتوكوبي كما شفتوا من قبل. بيان سور لازم نخدم لوريجينال. القديم ديالي تبحر لي بصح ابارامون فهمني دوزيام كريت سيبريماس ما تتحرك كيما نقولوا حنايا تولي ما تكزيستيش، ميم اللي يلقاه ويلقى طوموبيل يحب ينوضو ولا ما يقدرش ينوضو. تقنيات حديثة تستعمل في برمجة مفاتيح السيارات، حيث يعمل صاحب المحل على برمجة ونسخ المفتاح الجديد وحذف المفتاح الضائع لعدم استعماله مجددا من طرف أشخاص آخرين. عندنا كيما ورينا لكم مقبله لاباراي اللي تخدم لابارتي ميكانيك، باسكو المفتاح شغل مقسوم دوكا على دو بارتي، في بارتي ميكانيك اللي شفناها مقبله بآله اوتوماتيكيه اللي تخدم الاخر، ومقسوم بارتي الكتريك اللي خدمناه في السياره، بارتي الكترونيك كي نخدموا له مفتاح، المفتاح القديم نسيبريميوه له، يعني نحذفوا المفتاح تماما من السياره، حتى واذا كان المفتاح طاح له ولا تبحر له ولا سرقوه له ولا ميم كي راح يلقاوه ما حيديروا به والو، يعني ما يفتح ما يغلق ما ينوض. هي إجراءات قانونية وتقنيات حديثة من شأنها حماية الزبائن من ظاهرة سرقة السيارات.